des JS. Faire gagner le sport. متابعي موقعنا موقع لوماتان سبور، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإخباري اليومي غيداك سبور، والبداية غادي تكون دائما مع أبرز العناوين. الأهلي المصري يواصل مفاوضاته لضم عطية الله، الرجاء يكشف عن برنامج استعداداته الصيفي، أيتمنى في مفاوضات متقدمة مع المدرب السابق لسان داونز مكوينة، عروض خليجية تغري زينباور، واليوفا يوقف ديميرال لاعب المنتخب التركي لمباراتين. والآن إلى أبرز التفاصيل. حسب مصادر مطلعة، فإن مسؤولي فريق الأهلي المصري يواصلون مفاوضاتهم مع سوتشي الروسي للتعاقد مع الظهير الأيسر للمنتخب الوطني المغربي يحيى عطية الله. وأوضح المصدر نفسه أن مدرب الأهلي المصري السويسري مارسيل كولر متمسك بخدمات اللاعب لضمه للفريق المصري. نشر فريق الرجاء الرياضي أمس الخميس عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك برنامج تحضيرات النسور، والذي تتخلله أربع مواجهات ودية أمام كل من الترجي الرياضي التونسي، ريال بيتيس الإسباني، والعين الإماراتي، إضافة إلى مباراة ودية رابعة في انتظار تحديد الفريق. حسب عدة مصادر، فإن هشام أيتمنى رئيس الوداد الرياضي فرع كرة القدم يفاوض المدرب الجنوب الإفريقي رولاني مكوينة لتدريب الفريق خلفا لعزيز بن عسكر. وأشارت نفس المصادر إلى أن الوداد الرياضي ربط الاتصال أيضا بمجموعة من المدربين الآخرين، من بينهم برتغالي تونسي وفرنسي. أثار جوزيف زينباور مدرب فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم خلال الساعات الأخيرة جدلا واسعا، بعدما ظهرت مؤشرات تشير إلى احتمال رحيله عن النادي الأخضر، رغم أن رئيس الرجاء محمد بودريقة حاول طمأنة مشجعي الرجاء عبر صفحته على الفيسبوك بشأن مستقبل المدرب، لكنه عاد لاحقا ليكتب كلمات توحي برحيل زينباور قائلا: الرجاء جاهز لأي سيناريو، نحن من يصنع المدربين وليس العكس. أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا اليوم الجمعة إيقاف مدافع المنتخب التركي مريح ديميرال لمبارتين بسبب أدائه شعار الذئاب الرمادية عقب إحرازه هدف في مرمى النمسا خلال مباراة الفريقين برسم ربع نهائي بطولة كأس أوروبا يورو 2024. وترجع هذه البادرة المثيرة للجدل ضمن أمور أخرى إلى حركة يمينية متطرفة معروفة باسم الكوكو أو الذئاب الرمادية، التي ترتبط بالحلفاء السياسيين للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أي حزب الحركة القومية المتطرف في تركيا. وبهكذا مشاهدينا كنكون وصلنا لنهاية أخبارنا لهذا اليوم، تلقاو يوم الاثنين إن شاء الله، إلى اللقاء. MDJS. Faire gagner le sport.